مجانية مساحات العرض في الصالون الدولي للكتاب كان لها تأثير إيجابي على الناشرين، بل ولاقت ترحيبا لما تشكله من دعم للمقروئية. قرار رئيس الجمهورية بمجانية المشاركة في الصالون يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة الجزائرية للكتاب والقراءة. الحمد لله أن جاء قرار رئيس الجمهورية بمجانية الأجنحة للناشرين تشجيعا للمقروئية بصفة عامة وللكتاب وأيضا للناشر الذي عانى ويعاني منذ سنوات. جاء هذا القرار يعني تتمين للقارئ الجزائري يعني، وخاصة كما نعلم أن يوجد العديد من دار النشر اللي راهي مشاركة معنا من بينهم من خارج الوطن. مراعاة وضع مؤسسات النشر المتأثرة بتداعيات الجائحة الصحية شجعها للإقبال وبقوة على المشاركة في الطبعة 25 لمعرض الكتاب، طبعة استقطبت أكثر من 1200 عارض من داخل وخارج الوطن. المسؤول الجزائري الأول في البلاد أراه يعتني بالعلم والمعرفة والثقافة بصفة عامة. لولا تدعيم السيد رئيس الجمهورية لهذه العملية لم يكن هناك إقبال من طرف ديار النشر. فأنت تدري أخي الكريم بالجائحة التي مرت بالجزائر وبالعالم كله. هو إذن أهم موعد ثقافي وفرت له الجزائر كل التسهيلات لإنجاحه. الصالون الدولي للكتاب يعود بطبعة مميزة بعد غياب لسنتين، طبعة تأتي لخدمة القارئ والناشر على حد سواء.